كلموني جمعية البر الخيرية، تعرفونها جمعية البر الخيرية اللي توزع على الناس المحتاجين والفقراء. كلموني علشان عندهم جاية تريلا، تريلا مليانة خضار، فقالوا نبغاك توثق لنا جهود الجمعية وكذا يعني. وهم الله يعطيهم العافية، بالعكس والله يستاهلون على الشيء اللي يسوونه. تكلمت أنا بالنسبة، تكلمت عن الجهود وعن الجمعية اللي تسويه وتقدمها الجمعية، فأخذت لي مسافة بعيدة وصورت من بعيد للجمعية والزحمة السيارات اللي كانت يعني تقريبا حوالي نص كيلو زحمة سيارات، كلهم يجون يوقفون يحطون صناديق معاهم ويطلعون. فصورت أنا من بعيد وتكلمت عن جهود الجمعية الله يعطيهم العافية، تكلمت عن الشيء اللي يقدمونه والشيء اللي. وبعد فترة جاء شخص يقول ليش تصورني؟ قلت ما صورتك. قال لي أنت مصورني. صورتك وين؟ قال أنت تصورني أنا ماسك سيرة. طيب وش دخلني فيك ماسك سيرة؟ طيب قال لا أنت تصورني وأنا ماسك سيرة. قلت من الناس أنا مالي خص فيك، وأنا ما تشرف أصلا أني أنا أصورك عندي هنا بسنابي، ما تشرف أني أنا أنزل وجهك ولا خشك. آخر شيء تجيني تقول سيارتي سيارتي. طيب سيارتك لونها أبيض والسيارات كلهن بيض، من اللي بيعرف سيارتك؟ قال إن الجماعة يشوفونك عشانك جايين تشحد. مهم هذا للمحتاجين، إذا أنت ما أنت محتاج الشولة تجي، إذا أنت محتاج بالعكس تعال خذوا لعليك من أحد. الناس مو بنافعينك، مو بنافعينك، ولا ترد على الناس يعني. لكن أنت علشان كذا أنك أنت ما أنت محتاج، ما تبي حد يشوفك. هذه حطوها الدولة للمحتاجين، الله يعز الدولة، حطوها للمحتاجين. إذا أنت ما أنت محتاج وما تبي حد يشوفك ليش تجي؟ فبس والله يا جماعة الخير، إذا أنا مخطي اكتبوا لي بالكومنتات، إذا أنا علي خطأ قولوا أنت مخطي. نعم رغم أني أنا مصور من بعيد، مصور من بعيد والله ما تبين سيارة، ما تبين سيارته باينة أنها بيضة فقط لا غير، من بعيد مع السيارات الثانية. أنا أصور للسيارات وللطريقة اللي تقدمها الجمعية، أنا ما صورت له شخصيا ولا دريت عنه ولا جبت خبره. فبس والله يا جماعة الخير حبيت أقول لكم هذه المعلومة. يا بعض الناس يا أخي قسم بيت الله، إيه والله اكتبوا لنا بالكومنتات نفيد ونستفيد، وإذا أنا أخطيت أنا بشر مثلكم.